بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد عبد الله ورسوله، كما عاهدكم أخوانكم في سرايا أبي بكر الصديق التابع لكتيبة الأنصار في منطقة القلمون بتطهير هذه المنطقة من رشد الأمن والشبيحة والنظام الأسدي. قمنا اليوم والحمد لله بأسر كل من عرف عن نفسه. العقيد مصطفى موسى من مرتبات الفرقة 18 دبابات، وهذه هويتي. عرف عن نفسه. المجلد عهد عامر الجرجس من كتيبة باقي أمي اختصاص سائق. عرف عن نفسه. مجلد ياسين الشمال من كاري شو اسمه اللواء 134 في فربلس. وسوف نقوم بإذن الله بحالتهم إلى المحاكم الشرعية للبت في أمرهم. تكبير الله أكبر.